السلام عليكم سيد إبراهيم قاضي، مرشح قائمة الرئاسة والعضوية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لكم وللمشاهدين وللقراء ولجميع أهل بلدي الطيبين. معك من موقع البرج كلنزوة، حابين نسألك أسئلة عن ترشيح الرئاسة إن شاء الله. السؤال الأول أخ أبو نزار، ما هي الأسباب التي دفعتك للترشيح نفسك للانتخابات؟ إن الأوضاع المزرية والصعبة التي تسود البلدية ومؤسساتها والقصور المجحف والذي يلحق بالمواطن بسبب سوء الأداء وبسبب القصور الذي لا تستطيع البلدية الحالية والبلديات التي أو الإدارات التي سبقت الإدارة الحالية أيضا لم تستطع الرقي بمؤسساتها وببلديتها إلى المستوى اللائق لمدينة قلنسوة. فالأهالي والمواطنون يعانون من ضائقة سببها الرئيسي هو القصور في أداء الخدمات على المستوى الجماهيري وعلى المستوى المؤسساتي، وهذا يعود بالضرر على جودة الحياة أولا، ويكلك جميع أهالي قلنسوة والذين يعبرون يوميا ودائما عن امتعاضهم من هذا القصور، حيث لم نلحق بالقرى والمدن المتقدمة والراقية والتي نجد بها المؤسسات الراقية، نجد بها الملاعب اللائقة، نجد بها القاعات الواسعة والملاعب التي تجمع بين رياضات مختلفة وليس فقط كرة القدم. وعليه فإني أحس وأشعر بما يشعر به المواطن، وهذا يؤلمني جدا، وعلى رأس هذه الأمور قضية شركة الجباية والتي يعاني منها معظم مواطني قلنسوة، وهناك أمور أخرى عديدة نرى أننا يوميا نعاني منها في أداء المؤسسات التابعة لبلدية قلنسوة على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات. وهناك قضايا أيضا هامة وعالقة لم تجد الإدارة الحالية أو الإدارة السابقة وسائل لحل هذه الأمور، وعلى رأسها قضية الشباب وما يعانونه من إجحاف في حقهم، حيث لا يوجد أي متنفس لهؤلاء الشباب لا في نوادي شبيبة ولا في ملاعب رياضية ولا في جمعيات ترعى أمور هذه الشباب وتعنى بقضاياهم. أيضا موضوع النظافة، موضوع جودة الحياة، موضوع بيت المسنين، موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، موضوع النساء والجمعيات النسائية، موضوع الجمعيات الأهلية والخيرية التي لا تجد الدعم اللائق من مؤسسات البلدية، وقضايا عديدة جدا جدا مما دفعني من منطلق الحرص ومن منطلق الغيرة على مصلحة أهلي ومصلحة بلدي، وحيث أنني أعتبر نفسي ابنا لجميع عائلات قلنسوة دون تفرقة، والعلاقات الحميمة التي تربطني بالأهالي وبالقطاعات الواسعة من الجمهور وخاصة الشباب، رأيت أن أستجيب إلى توجهات الأصدقاء والمؤيدين وأن أقدم نفسي من أجل خدمة بلدي واضعا نصب عيني المصلحة العامة وفقط المصلحة العامة، وإن شاء الله ربنا يوفقنا في
اداء هذه الامانه وهذه المهمه الصعبه. السؤال الثاني ابو زهر، كيف تقرا الخارطه السياسيه قبيل الانتخابات؟ الحقيقه هذه الانتخابات تختلف عن كل انتخابات سابقه، يعني يرافقها ظواهر جديدة على كلنسوة. من أهم هذه الظواهر عدم وجود ائتلافات عائلية كبيرة، وإن وجدت فهي على ما يبدو لغاية الآن هذه الائتلافات أكثر وهمية مما هي حقيقية. ثانيا، من الصعب جدا التكهن بقوة أي مرشح الآن، ومن المؤكد أن هناك ستكون إعادة للانتخابات في الجولة الأولى، حيث لن يتم حسب الصورة التي نراها اليوم لن يتم حسم المعركة الانتخابية في الجولة الأولى. وأرى بنفسي وبقائمتي أنني من أصحاب الحظ الأوفر للفوز في المرحلة الأولى. السؤال الثالث عن البزار، ما هو تقيمك المعركة الانتخابية حتى الآن؟ الجو الانتخابي في كلنسوي جو جميل جدا، وأرجو من الله أن يوفقنا في أن نستمر في هذه الأجواء الطيبة، الأجواء الأخوية، حيث أن كلنسوة دوم والانتخابات يوم، وتربط جميع العائلات وجميع المرشحين علاقات حميمة وعلاقات وطيدة، من علاقات قربة وعلاقات صداقة وعلاقات جيرة وعلاقات نسب. فأرجو من الجميع المحافظة على هذه العلاقات وعدم تغيير النسيج الاجتماعي والعادات والتقاليد الجميلة والأصيلة التي يتمتع بها أهل كلنسوة عامة. السؤال الرابع أبو نزار، ماذا تريد أن تقول لأهالي كلنسوة؟ أتوجه إلى الجمهور الكريم وإلى الناخب الكريم بأن يستغل هذا اليوم ويحوله إلى عرس ديمقراطي، كما أتوجه إلى جميع الناخبين وخاصة المترددين والممتنعين بأن يدعموا قائمة الحق ومرشحها للعضوية والرئاسة إبراهيم قاضي، وأتوجه إلى كل ناخب بأن يعمل ويفكر حسب ضميره وليس حسب العاطفة، وأن يبعث ويرسل الرجل المناسب إلى المكان المناسب، وأن لا يفرق بين المرشح والآخر بسبب القرابة، إنما يجب الحكم على المرشحين حسب قدرتهم وكفاءتهم وإمكانياتهم في العطاء للخروج من هذا الجو المقيت التي تعيشه كلنسوة من جميع الخدمات المتردية، ونرقى بأهلنا، نرقى ببلدنا، نرقى بمؤسساتنا إلى الأفضل. وأوجه كلمة خاصة للممتنعين والمترددين أن قائمة الحق ومرشحة للرئاسة والعضوية إبراهيم قاضي هي البديل لكل قيادة، هي البديل لكل قائمة، وأشكر كل من يصوت لهذه القائمة، وأعدكم وعدا قاطعا بأنني سأحمل الأمانة على أكمل وجه، وأن أكون عند حسن ظن الجميع، وأن تكون المصلحة العامة هي هدفي وهي رؤيتي، وخدمتكم هي بالأساس غايتي. وشكراً.